روح إلى الكوت. في الكوت احنا نعرف انه الكوت يعني مرت بوضع مأساوي في الفترة الأخيرة بسبب الفيضانات جراء الفيضانات طبعا وسيول جراء الأمطار الأخيرة اللي هي الأمطار المفروض الصيفية التي يعني ما تبلل، لكن هي للأسف أغرقت الكثير من المنازل من المحاصيل الزراعية وأتلفت لنا الكثير من الأمور. مراسلنا صلاح راح إلى قرية الشيخ سعد، شاف الناس شنو حكت، شنو قالت عن معاناتها، شنو سولفت عن مأساتها بعد موجة الفيضانات. نروح نشوف. مرحبا حجية. مرحبا يمه. شلونك؟ بعد عيني. أول شيء أريد أعرف اسمك. فدوه، أنا فاطمة عاش مخلف. أمن. أم نعيم. أم نعيم، وين أهلك؟ هلي غادة من المدرسة الربضة. بالربضة؟ إي غادة منها. غرقت بيوتكم؟ إي. احكي لنا شو ما عدنا شيء. فدوه. شو غرقتوا؟ لأن الماي وطرنا ونبردنا ونبردين قعدنا بيه بس. طين. إي. بيتكم شنو مبني من إيش؟ طين طين. طين. وعمدنا تكسرت مطقطق. صار بيكم؟ حال الضي. علي كريم جبار. وين اهلك؟ بحي الحسين بذاك صوب شيخ سعد. شفنا حي الحسين غرقان كله. لا يزال المي اللي جاي. زين شنو الحل؟ الحل نطلب من المسؤولين الاغاثه بس يريد لنا سكن نسكن به، حتى المساعدات ما قاعد توصلنا. كم عائله؟ فوق 300 عائله. هاي كلها شفناها. كلها هالثلاث زال المي اللي جاي. نعم. يعني لا كرفان، لا خيمه، الله وكيل عند جهال ينامون على كرتونه بالشارع. ينامون على كرتونه بالشارع. اضافه انا منتسب حتى للدوام ما رايح غايب عن الدوام. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي هو شو منتسب بالجيش. واضحة واضحة. زين أنتم هنا شو وعدوكم؟ والله وعدونا نبنيكم ونسويكم بس كل غياب السلطة حتى يعني المساعدة تجي، السلطة غايبة تاخذ الناس المتفرغة لها واحنا الناس محتارين برا. عضو المجلس البلدي قال أنا مسؤول. مسؤول عن المساعدات اللي جت اليوم من الجهة الغربية اخواننا. لا عاد شنو المساعدات الباقية اللي ما يعني اجتنا امس مساعدات من وزارة الهجرة والمهاجرين جزاهم الله ألف خير، كل بيت طوق كرتونة غشينا عوائلنا بها البلد. بيها غطية معجون بطل زيت كيلو من الطحين. أرجو من أبو المجلس البلدي في هذا القضاء أن يوقع بيته ينطي والواقع بيته ما ينطي. يعني نريد عدالة. عدالة. أنا أرجو من عنده وقلت له أنا هسه قلت له أبو المجلس البلدي وأرجو الناس المضررة والواقع بيوتها ينطيها. هاي جت إحنا جينا من محل عدالة 20 سيارة محملة بطانيات حتى ملابس مواد غذائية ما أي إنسانية وماكو تفرقة إن شاء الله. هو ان شاء الله هاي رساله انسانيه من كل العراقيين من محافظه ديالى الى محافظه رأس القضاء. شو رئيس الشيخ سعد حياك الله. شكرا جزيلا. حضرتك شنو وظيفتك هنا بالناحيه؟ عضو مجلس محلي. احكي لنا على اليه توزيعكم المواد المساعدات الانسانيه اللي اجتكم لديالى والمحافظات الاخرى. نعم، اولا نشكر اهالي ديالى ومحتمدين المرجعيه في محافظه ديالى. نعم. الذي اتوا في هذه الطريق الطويل المعاناة الطويلة لأهالي الشيخ سعد. لأهالي الشيخ سعد من الفجر إلى الساعة الثانية بعد الظهر وصلوا إلى ناحية الشيخ سعد. نرحب بهم وأهلا وسهلا بهم. جابوا لكم المواد. جابوا لنا كافة المواد من المواد الغذائية والمواد الأغاثة والمرطبات أفرشة وأغطية. أفرشة أغطية هي يعتبر أغاثة هذه. نعم. الله يبارك بهم ويبارك بهم. الله يبارك بهم ويبارك بهم. احنا شو نريد يعني الناس ناشدتنا الآن من خلال برنامج أهل المدينة. نعم. قناة الشرقية. نعم. قالوا نريد هاي المساعدات توصل لمستحقيها. عندكم. نعم. إمكانية أن توصلوها لمستحقيها؟ نعم. يعني مو يجي واحد عرف هذا صديقي هذا منو؟ كانت هذه مشكلة. كانت سابقا توزع في الشوارع وهذه. نعم. ظاهرة غير صحيحة. نعم. غير مقبولة. نحن دخلناها في مخازن آمنة. ممتاز. وهذه المخازن توضع بأيادي أمينة وتوزع على العوائل المستحقة. مقدرين الأضرار أنتم؟ على العوائل المستحقة. نعم. فعلا
زين سويتوا جرد بالاضرار؟ عندنا مختارين، عندنا مختارين لهم جرد دقيق. نعم. ونستدعي المختارين الذي العوائل الذي لديهم عوائل متضررة فعلا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيك، مرحبا بك وجهودكم الطيبة. مرحبا وجهودك، أهلا وسهلا بك، مرحبا. ما اعرف يعني واحد يحكي عن اي موضوع بالضبط. طبعا موضوع المساعدات مثلا اللي ما توصل الى اصحابها ومستحقيها، لو موضوع انه لحد الان فيضانات والناس المتضرره وهي مناطق مكوبه فتره ونص. طويله يعني صار 10 ايام. طيب ولو نحكي بالموضوع انه يعني لحد الان ما حد جاي ينطي المتضررين فلوسهم حتى يرجعون يبنون، حتى يرجعون يشترون، حتى المحاصيل الزراعيه اوكي وين يبنون؟ يعني ماكو هو حل. وضع ضايع. يعني كل دول العالم عندها تحضيرات لاي شيء، يعني تكون مستعده لاي شيء، الزلزال، امطار، عواصف، الا احنا بلدنا ماكو بنى تحتيه، ماكو مؤسسات الدفاع المدني، ماكو حلول. اوكي يعني صار هذا الموضوع امطار صار 10 ايام الموضوع وما انحل، زين الناس كيف راح تمارس حياتها؟ اوكي وصلت الامدادات راح تكفيهم ايش قد الى اي وقت؟ يعني نتمنى انه يعني يكون اكو حل للناس، ودائما نقول الطف بينا يا رب.